اتصال مع السيد سليمان هارون نائب أصحاب المستشفيات بلبنان. نعرف قد الوضع بالمستشفيات الخاصة بلبنان، كمان وضع عم بيكون صعب. صباح الخير. صباح النور أستاذ هارون. اليوم يعني موضوع المستشفيات الخاصة بلبنان يلي متهمة أنها ما عم تفتح أقسام لمرضى كورونا وما عم تزيد سرة لمرضى كورونا، شو بتجاوب على هالموضوع؟ هذا الكلام ما هو صحيح. يعني المستشفيات في اكثر من 90 مستشفى صاروا عم يستقبلوا مرضى كورونا، وفتحوا اقسام 650 سرير بالعنايه الفائقه و1300 سرير عادي، وبرضه مع هذا وكله ما عم بكفوا، عم نستقبل بالطوارئ. يعني طوارئ المستشفيات كلها متلانه، وبالتالي المستشفيات الخاصه ما قصرت ابدا بالرغم من كل الصعوبات. بل يعطيكم الف عافيه. بنعرف قد ايه عم تشتغلوا وقد ايه القطاع الصحي اليوم على بضغط كثير كثير كبير، اكثر بكثير ما بيقدر انه يكون عم يتحمل. ولكن بالاصل يعني سرير بالمستشفى للكورونا هو يعني امر هالقد سهل؟ ايه اكيد، لانه بده اولا هندسي، مواصفات هندسيه خاصه فيه، وبده معدات خاصه فيه، وبده كمان زياده بالطواقم البشريه، وهذه كلها اشياء صعبه تتامن بالوقت الحاضر. يعني مثل ما بتعرفوا في نقص بالاموال لدى المستشفيات، وفي نقص بالطواقم البشريه، ف يعني صعب كثير زياده عدد الاسره اكثر من هيك. يعني عم نجرب قدر الامكان، بس بصعوبه فينا نزيد اكثر من الموجود حاليا. شو هي الكلفه لتجهيز غرفه لاستقبال مرضى كورونا؟ مثلا هندسيا اول شيء بدها تكون القسم معزول عن باقي المستشفى، مع مداخل خاصه، مع اسانسيرات خاصه. ثانيا بده يكون مجهز ب نيجاتيف بريشر، يعني ضغط سلبي ما بيسمح للهواء يطلع منها لحتى ما يتفشى الوباء. ثالثا بدها معدات مثل تنفس اصطناعي ومعدات لتامين الاكسجين لدى المريض. بدها بنسميهم بوست سرنج لرجلجة الدواء. يعني في اشياء كثيرة ما فينا ندخل بتفاصيلها، ما بيفهم ولا انا. ولكن الكلفة المادية، الكلفة المادية قد ايه بتبلغ؟ يعني سرير بالعناية الفائقة للكورونا مش اقل من 40-45 ألف دولار، وبالعناية العادية بحدود ال 20-25 ألف دولار. هذا بأقل تعديل، وكله بده يتطلب الدفع نقدا، لانه هلا كل يلي بدهم يشتغلوا يطلبوا منا نأمن دولارات نقدا، وهيدي كمان فيها صعوبه. نعم. نائب، اليوم الحديث عن المستشفيات يلي مسكره او يلي موجوده كمباني واوقات حتى موجوده كتجهيزات لاعاده فتحها لاستقبال مرضى كورونا، شو رايك بهالموضوع؟ طبعا نحن حكينا عده مرات بهالموضوع هذا، في المستشفيات الخاصه المسكره يلي ممكن تحويلها لكورونا، وفي المستشفيات الحكوميه يلي مش عم تعمل بكامل طاقتها. نعم. يعني عم ينحط كل الحمل وكل الملامه على المستشفيات الخاصه، وهذا في تجني للحياه على المستشفيات الخاصه. نعم. في اشياء كثير بتنعمل ولازم تنعمل ولازم تكون انعملت. نعم. ولكن للاسف ما صار هذا. يعني هلا بيكتفوا بالقاء اللوم على المستشفيات الخاصه انه ما عملت اكثر، بس المستشفيات الخاصه عملت قد ما فيها وما قصرت واكثر. نائب، اليوم كمان يمكن المستشفيات المسكرة إذا تحولت لمستشفى بس خاص بكورونا بتنحل كثير من المشاكل الهندسية مثلا يلي كنت عم تحكي عنها. ايه طبعا، يعني كان لازم البدء بالشغل عليها منذ أشهر. يعني هلا صار كثير بعز الجائحة، هلا صار كثير ينشغل. يعني بدهم تجهيزات، بدهم أعمال هندسية وما تموا. يعني هلا بالوقت الحاضر في مستشفى لبنان الكندي، يعني هو الوحيد اللي بيشتغل في ثلاث مناطق. نعم. يلي بيستقبل مرضى كورونا. فاذا نائب، الاستحقاقات يلي بنحكي عنها دائما ويلي الدوله بعد ما سددتها للمستشفيات، مع انه قيل بهالفتره الاخيره انه سدد البعض من المستحقات، انت بتخبرنا هلا، بس بالرغم من هالشيء انتم عم تشتغلوا قد ما بتقدروا، يعني عم تجربوا توفروا قد ما بتقدروا للناس واكثر كمان عنايه بهالظرف. يعني الحقيقه انا بعتبر انه المستشفيات الخاصه عملت
انجاز كثير كبير، تحضرت اللي حضرته من كل الصعوبات، ونحن نعرف ان واجبتنا القاضي انه نعمل هالشغل هذا، ولكن في كان في بارز ل كورونا. كل دول العالم شفنا بالمستشفيات لحتى تقدر تستقبل، نحن ما عم نطلب دعم ولا عم نطلب هيك، نحن عم نطلب يسددوا لنا المستحقات لحتى نقدر نشتغل. اليوم يعني كان حديثك قبل نقيب لما يعني كان الحجر الصحي المفروض هلأ أنه 11 يوم مش كافيين، اليوم تمدد ل 8 شباط، بيصير كافي هالشي؟ نحن بالأساس كنا قايلين أنه يكون في إقفال دائم لمدة 4 أسابيع على الأقل، 4 ل 6. والإقفال اللي انعمل قبل الإقفال اللي انعمل قبل شهرين أثبت فشله، فشل تام، لأنه كان لمدة قصيرة وكان في استثناءات كثير. وهلأ اللي كنا عم نبحث بالإقفال الحالي ونطرح مبدأ ال 11 يوم، كان عندنا تحفظ نحن أنه 11 يوم منه كافيين، ولكن الحمد لله رجعوا هلأ مددوها، وإن شاء الله تكون يعني مفعولة أكثر من السابق، لأنه ما بقى في عنا غير وسيله لحتى نقدر نستوعب المرضى. اذا ضلوا اصابات بالوتيرة اللي هي موجوده فيها حاليا، ولا ممكن المستشفيات مهما عملت انه تقدر تستوعب هالعدد الهائل من الاصابات. يعني الطوارئ ما بقى فيك تفوت عليها، مش بس اقسام الكورونا، الطوارئ متلاني كلها، علما انه عنا غير مرضى بدنا نطبقهم، مش بس مرضى الكورونا. وبالتالي يعني الشغله الوحيده اللي باقيه هي انه ينعمل اقفال تام لمدة طويلة، وثانيا التزام العالم بالإجراءات الوقائية. مدة طويلة يعني كمان بعد 8 شباط نقيب؟ نحن كنا بنتمنى أن تكون على الأقل 4 أسابيع. يعني مش هدفكم بس أنه يوصل اللقاح، بده وقت أكثر من أنه يوصل اللقاح على لبنان؟ من ميلي بيكون وصل اللقاح، ومن ميلي تاني بنكون كسرنا سلسلة انتقال العدوى، لأنه هلأ العالم لما عم تنخلط عم بيصير في انتقال بشكل سريع جدا، وبينما لما تنحجر ببيوتها وتاخذ الإجراءات اللازمة على مدة 4 أسابيع، هالسلسلة من الانتقال بنكون كسرناها، وبالتالي بيصير في إمكانية أكثر لاحتواء الوباء يلي هلا نحن منا قادرين نحتويه، هلا متفشي بشكل خرج عن السيطرة. اليوم إذا كان يعني تسكر 4 أسابيع بيصير كافي، ولا كل فترة بده يرجع يتسكر 4 أسابيع لحتى يرجع يعني الجسم الطبي والصحي يرجع يقدر يستعيد أنفاسه؟ لا، بده يتسكر بالأول 4 أسابيع ثم يعاد الفتح تدريجيا مع التشديد على الإجراءات الوقائية، مثل ما عملوا كل بلدان العالم لحتى قدروا كسروا سلسلة انتقال العدوى. حضرة النائب، اللقاح بالنسبة لكم رح يوصل كمان على المستشفيات؟ يعني رح نقدر نكون عم ناخده من المستشفيات ولا بس من المراكز المختصة؟ وبرأيك رح يكون واصل بكميات كافية؟ رح يتحدد عدد من المستشفيات الجامعية مشان حتى تعطي اللقاح للعالم. وهلا بالفترة الأولى يعني أكيد مش رح يوصل لكل العالم، يعني نحن مثل ما صرح معالي وزير الصحة رح يوصل بحدود 1,100,000، هودي كافيين لمليون شخص، لأنه كل شخص بده جرعتين. وبعدين في أولويات ابتداء من العاملين الصحيين إلى بعدين حسب الأعمار واللي يكونوا أكثر عرضة لالتقاء العدوى. بالنسبة لك أو يعني حسب خبرتك، وهذا سؤال من المشاهدين، قدي ممكن يكون كلفة مريض الكورونا بالمستشفى؟ بحدود قدي يعني طبعا حسب حالته الصحية، ولكن الأشخاص اللي مش مضمونين ولا ما عندهم أسيرانس، ولا قدي ممكن يكون كلفتهم؟ كلفتهم بالعناية الفائقة ما بتقل عن 1,500,000 ليرة يوميا باستثناء الأدنى، بالغرفة العادية 1,500,000 كمان باستثناء الأدوية، وبالتالي هذه كلفة باهظة صعب كثير على المواطن يقدر يتحملها من جيبه الخاص. يلي ما عنده تغطية صحية من شركة تأمين أو ضمان اجتماعي ما
بيقدر يفوت على نفقة وزارة الصحة، لأنه من جيبه الخاص صعب كثير يقدر يسددها. هلا المشكلة إنه اليوم مش كل الشركات الضامنة عم تعترف بهالمرض لأنه مش موجود بالكونترا. شركات التأمين الخاصة مش كلها صحيح عم تعترف، قسم قليل عم بيعترف ومش عم بيعترف بكل شيء، إذا عم بتكون تغطيتهم عم تكون تغطية شركات التأمين الخاصة غير كافية لكل النفقات بالعناية الفئة أو بالسرير العادي. وبالتالي عم ينتظر المواطن يتحمل قسم من الكلفة اللي بيكون على عاتق الشركات الضامنة الخاصة. حضرة النائب اليوم شو النداء اللي بتطلقه للمواطنين قبل الدولة؟ اتخاذ الإجراءات الوقائية. ما في غير حل المشين لا حتى نقدر نفعل أجرينا. طالما العالم عم تستنشق يعني عم تلعب بالنار، عم بيعرضوا حالهم للموت وعم بيعرضوا أقاربهم للموت. الحل الوحيد والأنجح هو اتخاذ الإجراءات الوقائية واللي هي بسيطة جدا وكل العالم صاروا يعرفوها. حضرة النائب اليوم عم نشوف أعمار كمان كتير صغيرة، عم بالأول كنا عم نقول المسنين يمكن عليهم خطر أكتر أو الأشخاص اللي عندهم سوابق صحية عليهم خطر أكبر، اليوم عم نشوف أشخاص متعافين قبل كورونا أو على القليل ما بيعرفوا أنه عندهم مشاكل صحية وبأعمار صغيرة كمان. صحيح عم نشوف شباب عم ينصابوا وعم بيكون تأثير الكورونا عليهم قوي كتير أكثر من مما كنا تعودنا عليه سابقا، وبالتالي لازم حتى الشباب ياخذوا الاحتياطات يعني، بس أكيد أكيد إنه بعده الإصابات عند المسنين أكثر وأشد قساوة وأكثر خطرا من الشباب. نائب اليوم يعني الإقفال بتوصفيه يكون كلي وتام وشامل بدون استثناءات؟ مفروض يكون هيك، هذا المفروض، بلدان العالم عملوا هيك، ولكن نحن عندنا مشكلة إضافية إنه وضع الناس المادي في كثير فقراء بلبنان، يعني هودي لازم يأمنوا لهم مأكلهم على الأقل، على الأقل يوصلوا لهم أكلهم على البيت لحتى تقنعيهم ما يظهروا من البيت لحتى يشتغلوا ويطالعوا 20 25 ألف ليرة ليطعموا عيالهم، وبالتالي لازم يمشوا الشغلتين مع بعضهم. إعانة الدول العائلات الفقيرة مع إقفال تام 100%. أستاذ سليمان هارون شكرا لك نائب أصحاب المستشفيات الخاصة بلبنان، تحية كبيرة لكل العاملين بالحق الطبي، بنعرف قد ايه الضغوطات كبيرة قد ايه الخطر عليكم كمان داهم وكبير وقد ايه في صعوبة بأنه تكونوا عم بتأمنوا المستلزمات والمطلوب يعني كرسالة لكم باتجاه المواطنين، بنعرف أنه عم تعملوا اللي بتقدروا عليه وأكثر بكتير. تحية كتير كبيرة وشكر كتير كبير لكم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وقفي هلا ومنرجع نتابع على الأرض.